السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعين القنوات بتاعتي، أهلا بيكم في فيديو جديد وتغطية جديدة لمشتريات جديدة. أول حاجة أنا بعتذر طبعا عن التأخير الطويل والكبير، المدة الطويلة اللي أنا قعدت فيها ما بنزلش أو ما بصورش فيديوهات، يعني حوالي شهرين ونص. طبعا يعني كنت مشغول بشكل كبير في أمور شخصية إلى حد ما. بدون ما أطيل عليكم الحوار والكلام والمقدمة، فخلينا ندخل في المفيد. اللي بيتفرج عليا لأول مرة، القناة بتاعتي بتعمل تغطية ومراجعات لمشتريات جديدة، دايما بتكون من على موقع علي اكسبريس أو من على مواقع تانية مختلفة، ولكن في الغالبية بتكون من على موقع علي اكسبريس. التجربة بنحاول إن احنا نستفيد منها. اللينكات بتاعت المشتريات دي كلها بسيبها لكم تحت الفيديو، هتلاقوا الروابط واللينكات كلها موجودة في مربع الوصف. قبل ده كله ما تنسوش يا جماعة الاشتراك في القناة. اللي بيشوفني لغاية لأول مرة ياريت ما ينساش الاشتراك في القناة، اللي بيشوفني لأكتر من مرة وما اشتركش لغاية دلوقتي في القناة ياريت يشترك في القناة، يساعدنا ويحفزنا ان احنا نعمل فيديوهات اكتر ويساعدنا على مشترياتنا الكتير. تمام. الفيديو ده بمناسبة يعني الناس اللي بتتضايق من الشمس واللي بتخرج بالنهار كتير وأشعة الشمس بتضايقها بشكل كبير، أنا واحد منهم. فالنهاردة هنتكلم عن أو معايا مشتريات جديدة، طبعا هي نظارات شمسية، تعالوا نشوفها يلا بينا. مظبوط كده. طيب ديت مجموعة نظارات أنا اشتريتها بصراحة، انتوا عارفين انا بشتري الحاجة اللي بتيجي على بالي واللي بتعجبني، فتعالوا نشوفها مع بعض كده ونشوف ايه اللي فيها ويا ترى هل طلعت زي ما كانت في الصورة اللي انا شفتها في الموقع بتاعها ولا لا، والجودة بتاعتها يا ترى كويسة ولا لا. برضو دي من الحاجات اللي بتشغلنا دايما، وخد بالكم ان في المشتريات دائما وابدا بتلاقي الحاجة معروضة بشكل حاجة يعني انيق جدا، وحاجة ممكن بتاخد العقل كده شوية والعين لفترة طويلة. تمام. وطبعا بتتأكد من الكلام ده اول ما بتوصل لك الحاجة وبتشوف حقيقة الحاجة اللي انت كنت شايفها في الموقع وفي الصور. طبعا كل التجار او اللي بيبيعوا اونلاين بيكونوا مهتمين جدا بالتصوير بشكل اكتر من يعني بشكل مبالغ فيه، بحيث ان الحاجة تطلع فعلا كويسة جدا. واللي ما بيكونش متعود على المشتريات في الاونلاين هو اللي ممكن بيتخدع بشكل كبير، واحيانا بيحرم بعد كده ان هو يشتري من موقع اونلاين، يقول لك لا انا انزل واشوف الحاجه بنفسي افضل على اساس ما يضحكش عليا واشوف في الصوره حاجه وتجيلي حاجه تانية. ده في حاله ان هو بيشتري حاجه ويبص يلاقيها جات له غير اللي كان يتوقعه. طبعا انا من كتر الممارسة في الكلام دوت مع المواقع الشوبينج الاونلاين بقيت الى حد ما في خبرة بالنسبة للمنتجات اللي بقدر اشوفها وبحكم عليها من قبل ما بتوصلني. في حاجات كتير ممكن تحكم عليها على المنتج دوت من قبل ما يوصلك. طبعا الموقع، قوة الموقع اللي انت بتشتري منه، هل هو موقع كبير ولا موقع صغير. تاني حاجة بتبص على الفيدباك بتاع المنتج، يا ترى الناس اللي اشتريته قالت عليه ايه. من اهم مزايا موقع علي اكسبريس ان انت ما بتخش تشتري حاجة بتلاقي كل الفيدباك بتاع الناس اللي اشتروا، مصورين الحاجة على حقيقتها لما وصلت بين ايديهم. تمام. وبيرفعوا الصور ديت على الموقع، دي حاجة جميلة جدا، حاجة فيها شفافية اكتر من رائعة، وده من الحاجات اللي بتخليني او بتحببني دايما في ان انا اشتري دايما من موقع علي اكسبريس، اني دايما ما باخدش حتى ممكن في مواقع تانية بتخليك ان انت حرية ان انت تقول رأيك في المنتج اللي انت اشتريته، ولو ان انا لقيت بعض المواقع زي موقع سوق مثلا ما بيدينيش الحرية في الكلام اللي انا اقوله، وبالكلام بيخش او بيدخل لمراجعات كتيرة هل الكلام يصلح للنشر او لا يصلح. طبعا يعني ده مش حاجة كويسة، ولكن موقع زي موقع علي اكسبريس اول ما بيجي لك الحاجة وبتعمل عليها فيدباك او بتقول رأيك فيها وبتبعت رأيك دوت على المنتج دوت، مفيش اي حد خالص بيراجعه، بينزل زي ما هو. الصور اللي انت بتصورها للمنتج بتاعك او للقطعة اللي انت اشتريتها بتنزل على
الموقع زي ما هي، فده بيخليني بصراحة أروح كتير لموقع AliExpress عشان أشتري منه، لأني بشوف كل الصور اللي الناس بتصورها وبتبعتها على المنتج دوت بكل على طبيعتها، وبالتالي بقدر أحكم عليها بشكل كبير جدا. تاني حاجة زي ما قلت لكم، غير الفيدباك أو التقييم بتاع الناس، بيكون المنتج واخد كام من 5، بيبقى فيه ناحية المنتج كده 5 نجوم، بتلاقي تقييم الناس كلها للمنتج دوت، كل واحد بقى اللي بيديله 3 نجوم، اللي بيديله 4 نجوم، اللي بيديله 5، اللي بيديله 2 نجمة حسب تجربته مع التاجر دوت ومع المنتج اللي هو اشتراه. ده شيء جميل جدا وشيء لازم تاخد بالك منه جدا، ومن أهم النصائح اللي لازم تاخد بالك منها في حالة المشتريات الأونلاين. تمام؟ طيب، متهيألي أنا طولت عليكم، تعالوا نفتح كده الحاجات ديت ونشوف هي عبارة عن إيه. طبعا مبدئيا زي ما أنا قلت لكم، هي نظارات شمسية، معلش، ماركة اسمها أولي. تمام؟ ماركة موجودة في الصين، ممكن ما تكونش موجودة عندنا أو مش منتشرة عندنا او مفيش حد من التجار جابها، وانتوا عارفين ان انا دايما في مشترياتي بجيب الحاجات اللي مش متوفره بين ايدينا، فبحب انا الكلام دوت، او احب ان انا اجيب الحاجات ديت اللي بتكون موجوده بره ومش موجوده بين ايدينا. تمام؟ اسعار بتكون كويسه جدا، يعني خلونا نتفرج عليها الاول، هو في النهايه هقول لكم السعر بالظبط لغايه ما وصلتني في مكاني دوت. طيب، عشان اخد مساحة بس اقدر استعرض لكم. ادي الكرتونة، جواها زي كارت كده للبراند نفسه زي ما حضراتكم شايفين، وجوه بيكونوا كاتبين شوية خصائص عن المنتج بتاعهم أو عن النضارة. هنا بيوريك في صور قبل وبعد، يعني وانت لابس النضارة هتشوفها ازاي، ومن غير النضارة ديت هتشوفها ازاي. بص حضراتكم كده، هنا من غير النضارة، تمام؟ هنا الرؤية بالنضارة لنفس الصورة واضحة، اللي تحت الصورة اللبني ديت أو الأزرق ديت من غير النظارة، بعد كده الصورة ديت بتكون بالإيه؟ المفروض إن هي وأنت لابس النظارة بتشوفها بالشكل دوت، أو بتبان المنظر بيكون قدامك بالشكل ده. شيء جميل جدا، اهتمام بالعميل وبثقافته وبعقليته، حاجة بصراحة روعة، مفيش أي استخفاف بعقلية العميل بتاعهم. تمام؟ طيب تعالوا، ده الجراب بتاعها، الجراب قوي، تمام؟ فبالتالي هو بيحافظ على النضارة أو على الحاجة اللي جواه، وفي نفس الوقت مطبوع عليه برضو اسم البراند بتاعه اللي هو أولي. التعليقة دي ما هياش السوستة، دي حاجة تمسك بس منها الجراب بتاعك، بحيث لو أنت يعني في مكان أو بتعمل أي حاجة خلاص الجراب متشال معاك كده. طيب تعالوا نفتح كده ونشوف برضو النضارة من جوه. ادي من جوه، كارت تاني عشان تقدر تتحقق من خاصية البرولايز اهيت. طبعا انتم مش شايفين حاجة مكتوبة عليه، ولكن لما بتلبس النظارة بتقدر تشوف فعلا حاجة عليه. هنا ده جراب او حافظة للنظارة، تمام؟ يعني عبارة عن كيس، تعالوا نشوفه كده اهو، كيس يتحط فيه النظارة، قماش طبعا يحافظ عليها عشان ما تتجرحش، حتى الكيس بتاعها مطبوع عليه اسم البراند. تمام؟ في جوه تاني، في
فوطة طبعا الاستخدام عشان تمسح الايه العدسات بتاعت النظارة. وادي النظارة تمام، انا معايا واحدة مفتوحة عشان ما اضيعش وقتكم. تعالوا نشوفها اهيت. ادي النظارة البراند برضو مكتوب على، او اسم البراند مكتوب على الدراع تمام، وزي ما انتم شايفينه كده. العدسة ادي العدسة من جوه باللون الازرق ده كده، اللي هو تحس ان هو كده ايه يعني بنفسج تمام. وادي العدسة بتاعتهم. عايز اقول لكم انا يعني متعود او بلبس نظارات بشكل كبير جدا بقالي فتره طويله، يعني سنين طويله بلبس نظارات شمس. ان ما كانتش يعني في الغالب بقدر بحس بان العدسه ديت كويسه ولا مش كويسه لما بتلبسها، وبحس اذا كان العين مرتاحه فيها او مش مرتاحه فيها تمام. وهنا بقرر ان العدسه دي فعلا مريحه او كويسه ولا لا. اسم البراند طبعا محطوط على العدسه زي ما انتم شايفين كده هو. بصراحه لما لبست النضاره ديت حسيت فيها براحه جدا في الشمس وبالنهار. واحيانا لما بتكون النضاره كويسه جدا بتقدر تميزها او تقدر تعرف ان هي كويسه او مش كويسه العدسه بتاعتها لما بتلبسها في الشمس، وبتلبسها في مكان يكون فيه ظل ما فيش فيه شمس، بتبص تلاقي العدسه بتخف معاك جدا، وبتحس ان انت ممكن مش لابس نظاره شمس في اماكن الظل، ولكن في الشمس بتبص تلاقيها بتقدر تقفل معاك الاضاءه شويه وبتخليك تحس براحه في العين. عايز اقول لكم الصناعه بتاعتها او الخامه بتاعتها هايله جدا، التقفيل بتاعها نظيف جدا، حاجه بصراحه جميله بشكل لا تتوقعه تمام. بس هي ممكن تكون كبيرة سنة كحجم العدسات بتاعتها. طيب ده بس اللي كنت عايز افرجه عليه النهاردة، او مشترياتي كانت هي عبارة عن النظارات دي. في طبعا بيجي منها الفضي، بيبقى الشكل ده او الدراع الاسود في فضي، او بيجي اسود في ذهبي. ديت اسود في فضي برضو. الاثنين جمال جدا والاثنين ظراف جدا. ممكن خلوني اشوف كده الاسود في الذهبي على السريع بحيث برضو ايه تبقوا شفتوها. وطبعا ما تنسوش انا بسيب لكم الرابط بتاع الموقع تحت الفيديو للي عايز يشتريها، اللي عايز يخش يعرف تفاصيل اكتر في البلد اللي هو فيها، يا ترى هتوصل له، هتوصل له بشحن كام والكلام ده كله. مبدئيا احب اقول لكم ان سعر النضاره ديت هو عباره عن 12 دولار وفي شحن حوالي 6 دولار، يعني تقف عليك ب 18 دولار بالريال السعودي، يعني تقريبا حوالي 75 ريال. ادي ديت اللي هي الذهبي وديت الفضي. واضحه كده معاكم؟ واضحة تقريبا في الصور. العدسة واحدة اللي هي اسود، ولكن من الجنب تختلف بس ان هنا الدراع ذهبي وهنا الدراع فضي، ومن برضو من الوش برضو هنا ذهبي وهنا فضي. باينه اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم او استفدتوا منه. زي ما قلت لكم السعر بالريال بيوصل حوالي 75 ريال، بالدولار بتوصل حوالي 18 دولار، بتوصل لك لغايه عندك. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، اللي ما اشتركش لغايه دلوقتي في القناه يشترك يا جماعه. والى اللقاء في فيديوهات ثانيه جديده وفيديوهات يا رب تكون احلى من كده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. اللايك والسبسكرايب تحت على الزرار الاحمر. شكرا لكم والسلام عليكم.